مهرجان أمل الإبداعي السنوي الذي نظمته منظمة جسر إلى مركز قراقوش بمناسبة يوم الشباب العالمي وبالتعاون مع دار ماربولس للخدمات الكنسية ومكتبة أمل الثقافية، تضمن فعاليات فنية وثقافية وموسيقية، إضافة إلى عرض منتوجات الشباب والمرأة التي تمثلت في مختلف الإكسسوارات، ومعرض للكتاب والملابس الفلكلورية والأكلات الشعبية. كما اشتمل المهرجان الترويج لهذه البازارات سواء في الموصل أو في سهل نينوى، استذكارا لفاجئة تهجير أبناء سهل نينوى العاشرة، واحتفاء بيوم الشباب العالمي. نظم مركز متطوعي منظمة جسر إلى مركز قرقوش بالتعاون مع مكتبة أمل الثقافية مهرجان أمل الإبداعي الرابع. هذا المهرجان هو مهرجان سنوي ننظمه مع مجموعة من الشباب بدعم وتمويل بسيط من المنظمة الدولية الإيطالية منظمة UPP من أجل الترويج لمفهوم الثقافة ولمفهوم الكتاب ولمفهوم الفن بصورة عامة. الجهة الراعية للمهرجان هي منظمة UPP الإيطالية التي تدعم المجتمع المدني العراقي، ويقول مدير مكتب الموصل للمنظمة أميل إبراهيم إن هذا المهرجان هو المهرجان السنوي الرابع الذي تميز بإقامة جلسات حوار وقراءات شعرية تسلط الضوء على التجارب الشخصية للمشاركين في هذا المهرجان. الهدف من هذا المهرجان هو نعزز ونأكد على دور الشباب في المنطقة، وشون هم القلب النابض اللي راح يغير المجتمع نحو الأفضل. خلال هذا المهرجان دنقوم بعدة فعاليات اللي هي فنية وثقافية وشعرية وموسيقى، وأيضا يتخللها بازار من منتوجات الشباب من المناطق الموجودة في الحمدانية والقرى المجاورة. دا نشوف شون دا يعرضوها على الطاولات للعالم. من خلال هذا المهرجان دا نريد نبين أيضا دور المرأة وشون هي تقدر تأثر على المجتمع، وشون هي أيضا راح يكون عندها يد في خلينا نقول الأخذ العراق إلى عراق آخر أفضل. مبارك للشباب من كلا الجنسين في سهل نينوى وتحديداً في بغداد. هذا الإنجاز الذي تمثل بهذا المهرجان السنوي الإبداعي الرابع، والذي يستطيع الشباب من خلاله بث الأمل للمجتمعات وهم يصنعون التغيير الإيجابي.